انطلقت النسخة الثالثة من معرض التمويلات الإسكانية والذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان بمشاركة عدد من المطورين العقاريين بالإضافة إلى 8 بنوك ومصارف تجارية. المعرض يقدم حزمة كبيرة من العقارات في مختلف محافظات المملكة وباقة متنوعة من العروض الحصرية بالإضافة إلى تسهيلات مختلفة للراغبين بالاستفادة من كل ما يتم تقديمه في هذا التجمع. بباقة من العروض الحصرية وحزمة كبيرة من العقارات في مختلف محافظات المملكة، ينطلق معرض التمويلات العقارية بأكثر من 10,000 عقار متنوع بمشاركة 8 بنوك ومصارف تجارية مشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية. احنا بالنسبة لنا في بنك السلام، بحكم ان احنا نؤمن بهذه الخطوة وهي جزء من أهدافنا المؤسسية والحوكمة البيئية والمجتمعية، يعني عملنا مقترح مخصص أو عرض مخصص حق الزباين اللي راح يقدمون عن طريق هذه المنصة، بحيث أن أول 3 زباين راح يكون لهم مكافأة مالية إذا تمت العملية عن طريق المنصة بيتي. بالإضافة أن احنا استحدثنا العديد من المميزات، سواء من معدلات الربح التنافسية أو من الإعفاء من المصاريف والرسوم الإدارية حق جميع التمويلات اللي راح تكون في هذه المعرض. شجع المواطنين على الانضمام في هذه البرامج والحصول على ما يحتاجونه من مساكن. دورنا احنا في مجموعة غرناطة العقارية بكثر الكم الهائل اللي عندنا من مخططات أو مباني جاهزة تناسب البرامج التمويلية اللي تطلقها وزارة الإسكان، دائما نعرضها في هذه المعارض، وعلى ضوء ذلك نعطي بعد مزايا إضافية. تسهيلات مختلفة يقدمها المعرض على مدار 10 أيام للراغبين في الاستفادة من كل ما يتم تقديمه في هذا التجمع، خصوصا وأن هذا المعرض يوفر كافة أطراف منظومة توفير الخدمات التمويلية الإسكانية للمواطنين في مكان واحد، ما يسهل عليهم اختيار الخدمة المناسبة. العقارات اللي معروضة للبيع احنا سوينا لها أبلود في المنصة، فهذا طبعا هذا بيفيدنا لانه بيكون في اطلاع كامل على مشاريع الشركه، وايضا في هذا المعرض نفسه الممولين موجودين، فبامكاننا الان اتمام الصفقه بالكامل، يعني بيجي بيشوف العقار، اذا عجبه العقار ممكن احنا ندش في نقاش مع ممولين ويخلص الموضوع. بالنسبه لي بدور افضل خيار وافضل منتج يساعده او يتناسب مع قوته الشرائيه ويتناسب مع الراتب اللي استلمه، وفي نفس الوقت الفرص اللي عندنا بتكون منتشرة عند الكل، يعني يقدر يشوف خيارات كل الشركات الموجودة ويشوف ما يتناسب معه من ناحية المنطقة والسعر. ويأتي إطلاق النسخة المطورة من منصة بيت العقارية في هذا المعرض لتساهم في توفير خيارات متنوعة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، خاصة وأن المنصة توفر العديد من المميزات مثل إمكانية المقارنة بين العروض التمويلية الإضافية التي توفرها البنوك المزودة لتمويلات تسهيل ومزايا الفئة المستحدثة. في نسخته الثالثة سيشهد المعرض مضاعفة المعروض من العقارات السكنية، حيث سيقدم المطورون المشاركون أنواع مختلفة من هذه العقارات بالإضافة إلى العروض الخاصة التي تطرحها البنوك بشكل حصري في هذا المعرض، لتقدم للمواطن فرصة ذهبية في الحصول على السكن الملائم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.